السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد وفي كور جديد. الكور ديالنا اليوم هو كالكول لاتيرال. فوالا الحمر ما تيبانش، مشكلة. اوكي، ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. اول حاجة ما يمكنش ندخلو لواحد الدرس وندخلو نيشان القواعد ونخدمو لي زيكزامبل ونخدمو لي زيكزارسيس بلا ما نفهم انا اصلا شنو هو الدرس وشنو غادي نقرا فيه، داكشي اللي غادي نبداو. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش لايك وهبطوا التعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها، غادي نفاهمين فيها وغنبقى نقولها دائما وما غاديش نعيا منها. يلا دونك الكالكول لاتيرال غادي نقرا ونشرح بالعربيه، نقرا ونشرح، نقرا ونترجم، باش هكذا كل كلمه تشدوها. ياك نتوما عارفين خدمتي كيفاش. اوكي دونك كالكول، اش كيعني كالكول؟ هو الحساب. ياك هذا كالكول هو الحساب. داكوغ لاتيرال كتابة واضحة ياك. وأخيرا أوف، وأخيرا وأخيرا، والله إلا كنتو، والله إلا كنتو ضايعين معايا. أوكي دونك الحساب جاي من لاتخ ياك، لاتخ هو واحد الحرف. أوكي دونك الحساب الحرفي. الله أودي يا أستاذة، واش درس ديال الماط غادي نقراو فيه حنا الحروف أ بي سي دي؟ نقول لك وي، كلشي ممكن في الرياضيات. دابا وصلنا لواحد النيفو، هذا شي نيفو طالع، فهمتو النيفو ديال نقراو ا على اساس انها عدد. وي راه هادشي علاش سماوه اولا تسمى بالحساب الحرفي. حساب غنحسبوا الحروف. عاودتي ايوا سدا ا زائد ب شحال؟ غنقول لكم من بعد غنشرح لكم. صافي هادشي علاش سماوه الحساب الحرفي. اذا ملي تشوفوا شي عمليه فيها ا و ب و سي ما تسخفوش، صافي حنا قلناها. دونك غادي نقراو في هاد الكور طويل 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 بزاف تمارين وما كيتسالوش. واخا تعيا ما تخدم التمارين، غيتحط لك في الامتحان شي عمليات عمركم ما خدمتوهم، حيت الارقام فهمتوا كيخربوا كيبدلوا غير الارقام. هما هو نفس السؤال ونفس الطريقه. لا دابا كلميتكم. اوكي غادي نقراو اربعه ديال المحاور، اربعه ديال لي شابيتر. اوكي اول حاجه سامبليفيكاسيون دون اكسبريسيون. شنو هي سامبليفيكاسيون؟ دائما كتقولوا لي استاذه حيدك مرتك خلينا نكتبوا. اوكي دونك سامبليفيكاسيون هي التبسيط. تبسيط سامبليفي هو بسيط. حنا قلنا بالعربيه بسيط العمليات التاليه اولا بسيط التعابير التاليه. نتوما واعرين النيفو طالع تقراو ديال الشيء بالفرنسي سامبليفي. دونك قلنا سامبليفيكاسيون هو تبسيط. غادي تلقاو في السؤال سامبليفي، عقلو. دونك سامبليفي هي بسيط. دون اكسبريسيون، اكسبريسيون هو تعبير. اوكي مفهوم داكوغ. ديفلوبمون، ديفلوبمون دونك ديفلوبمون هو النشر. داكوغ النشر. وشنو استاذه اش غنشرو عاوتاني؟ وحنا غنقراو الحروف دابا، شنو غنشرو؟ الحوايج؟ لا نشرو الاعداد والارقام والحروف، غنشرو كلشي. دونك شنو هو البرينسيپ، المبدا بصفه عامه، الفكره العامه ديال ديفلوبمون؟ هو كيعطيك واحد العمليه مختصره 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 وفيها الاقواس وصحيكيك. شنو مطلوب منك؟ تفككها انشر يا ما تنشر، راه تنشرها وتفككها وتطولها وتحيد ليها لي بارونتيز وتحسبها، غتبقاو تخدموا حتى تعرقوا وتعياو. اوكي غادي كاين واحد الكلمه اخرى ما بغيتكمش تفلتوها وتكونوا نتوما اول وحدين كتعرفوها، هي بغيت نخرجها صحيحه لا ديستريبيتيفيتي. اوكي لا ديستريبيتيفي، يا ربي على هاد الفرونسي الله يسمح لنا منها. لا ديستريبيتيفيتي هي التوزيعيه، عقلوا على المصطلحات التوزيعيه. ولا فهمتوا التوزيعيه هو النشر، توزيع توزع غتبقى توزع غتنشر غتنشر. اوكي ثالث محور الفاكتوريزاسيون اللي غادي يتبعكم 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 حتى تشدوا البكالوريا، واصعب حاجه في هذا الدرس هذا، ولكن كاينه طريقته. يا سلام واعره 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 بزاف، غير تبعوا الشرح. انا مأكدة ما غاديش يكون عندكم، ما يكونش عندكم صعوبه في هاد. دونك فاكتوريزاسيون هو التعميل. ضحكوني شي تلاميذ البارح،
قالوا لي استاذة هو راه درنا الدرس ديال التعميم، يلا صاوبي لنا الدرس ديال التعميم. تعميم تعميم عامه يا عمو، تعميم التعميل. حنا قريناها بالعربيه عمل ميالي، عمل او لعمل العمليات، ما كنقولوش عمل العمليات، المهم تجي هكاك معاوده. عمل التعابير التاليه. اما بالفرنسي الله يخليكم غادي نشوفوها، غادي تقرا فاكتوريزي لي اكسبريسيون سويفونت، يعني عمل التعابير التاليه. دونك الكلمه اللي غادي يستعملوها في التمرين او في السؤال هي فاكتوريزي، لو فيرب فاكتوريزي. اوكي اخر شابيتر اللي كنحمق عليها واعره بزاف، ويلي كنستمتع وانا تنخدم فيها، عرفتي وانا مستمتعه، عرفتي واعره، يا ربي يكون هادشي كيبان. هما لي زيدونتيتي ريماركابل، اللي هما بالعربيه المتطابقات الهامه. عرفتي ما كرهتش دابا نشرح الدرس كامل، ولكن يمكن الدرس خصني نخرج فيه 10 الفيديوهات. اوكي دونك لي زيدونتيتي ريماركابل هما المتطابقات الهامه. شوفوا داز دابا 6 ديال الدقائق، غادي نزيد 6 وحده اخرى فيما وصلت 12 دقيقة غنحبس، فمثلا ما شوقيش واخا نكون خدمت غير شابيتر واحد. اوكي تفهمنا، غندوزو دابا سامبليفيكاسيون دون اكسبريسيون، كيفاش تسطط واحد ليكسبريسيون واحد التعبير. اوكي دونك غنبداو الكور ديالنا على بركة الله. غادي نبداو بأول حاجة اكسبريسيون ليترال، ديزولي قلت قبيلة لاتيرال جو بونس، دونك ليترال داكوغ. دونك اون اكسبريسيون ليترال اللي هو الحساب الحرفي أو التعبير الحرفي، إت اون اكسبريسيون هي واحد التعبير ماتيماتيك رياضي داكوغ، كونتونون اون أو بليزيوغ لاتر كي ديزين دي نومبر. هاد قلنا داك التعبير الحسابي أويلي، التعبير الحرفي هو واحد التعبير رياضي ماتيماتيك اللي كيحتوي كي ديزي كونتونون، اللي كيحتوي على واحد الحرف او بزاف ديال الاحرف داكوغ، بلو اون او بليزيوغ لاتر كي ديزين دي نومبر، اللي كيعبروا لي على واحد عدد مجهول. اوكي دونك ما نقول لك مثلا جوج اكس، راه هي جوج في اكس، وهداك اكس هو واحد العدد مجهول ما عارفينوش. اوكي ولكن الا قلت لك مثلا هذاك اكس راه هو جوج، دونك غادي دير انت جوج يعطيني 4. اوكي ها هي تحسبات اكزامبل مثلا، دونك هاد السطر، هاد العمليه، هاد ليكسبريسيون، هاد التعبير كتسمى اكسبريسيون ليترال داكوغ. 6 6x او كاري اولا 6x بوسونس 2 4x بلس m، هذا تعبير اولا تعبير حرفي داكوغ، فيه اكس بويسونس 2 فيه اكس وفيه ام، طبعا عندي الارقام. اوكي دونك ثاني شابيتر هو سامبليفيكاسيون داكوغ. دونك ديجا قلت لكم شنو هي سامبليفيكاسيون، هو التبسيط. دونك سامبليفي او لا ريدوير هما نفس الكلمه، دونك بوي ريدوي لي اكسبريسيون سويفونت او لا سامبليفي لي اكسبريسيون سويفونت، راه كتعني انك بسط ليا التعابير التاليه. دونك شنو كتعني هاد التبسيط؟ سي ليكريغ افيك ان مينيموم دو تيرم، هي اننا نكتبو داك التعبير اولا ديك الكلمه اولا داك ليكسبريسيون مبسطه صغيره وما فيهاش لي تيرم بزاف. يعني زعما مثلا الا قلت لك 2x بلس 4 هادي فيها دو تيرم داكوغ، حيت فيها البلس، يعني جوج ديال جوج الاجزاء كنقولو داكوغ. اوكي دونك غادي نشوفو اكزامبل سامبليفي لي اكسبريسيون سويفونت، يعني كيفاش كنسامبليفيو. اوكي دونك عندي هنايا 2x بلس 3x بلس 5x بلس 1، ماشي عندي بزاف ديال لي تيرم، عندي 1 2 3 4، علاش انا ما نبسطهاش نسامبليفيها باش تعطيني واحد فيها على الاقل غادي يكون في لو مينيموم فيها ان تيرم اولا دو تيرم داكوغ. دونك دو لاحظوا معايا كاينه اكس دونك ملي تيكونوا بحال شنو تندير انا؟ 2 كنجمعهم 2 بلس 3 ايغال 5 بلس 5 10 ونحط داك اكس، تفهمنا فوالا. غادي نزيدو عليها واحد، غتقولي استاذه علاش ما جمعناش معاها واحد؟
هادوك عندهم الاكسات، واحد ما عندوش اكس، دونك ما يمكنش نجمعو. وهذه معلومه اولى. مثلا 5 اكس زائد 4 ما نجمعهمش، حيت 5 اكس، حيت 5 عندها اكس و4 باش نضربها في واحد، يعني ما يمكنش نجمعهم. داكور، لاحظوا معايا الاكسبريسيون الثانيه، 7 اكس بلس 6 بلس 8 اكس موان 2. اوكي، اول حاجه شو كنبغي ندير باش نبين للاستاذ بلي انا فاهم وعارف الدرس وفاهم وعارف كيف شنو تنخدم وشنو تندير، كنرتبهم دائما. العدد اللي فيهم لي 6 كيكونوا هما الاولين، ومن موراهم الارقام اللي ما فيهم ما عندهم والو. دونك 7 اكس بلس 8 اكس بلس 6 موان 2. دابا غير رتبتهم، انا راه باقي ما سامبليفيت. داكور، دونك هنا في نظركم شنو غنسامبليفي؟ هادي بوحدها وهادي بوحدها. غتقول لي علاش هاد جوج عندهم الاكس، هادو ما عندهمش الاكس. داكور، دونك 7 بلس 8 ايغال 15 ونحط لهم اكس، بلس 6 موان 2 ايغال 4. ولاحظوا قداش كانت طويله، فيها 4 تيم ولات ليا 2 تيم. هذه هي اللي كيعني سامبليفي. داكور، تفهمات؟ دونك غيبقى لي في الكور ديفلوبمون فاكتوريزاسيون اي لي ايدنتيتي ريماركابل. دونك ان شاء الله يا اما غنجمع درس، يعني غادي نعمل المهم حتى تردوا عليا واش نعمل ديفلوبمون بتمارين في فيديو والفاكتوريزاسيون بتمارين في فيديو، اولا نعمل الفيديو الاول فيه ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون في فيديو واحد ومن موراها نبقى نخدمو تمارين. المهم على حسب. دونك غادي نحبس هنايا، كنتمنى من قلبي تكون هكا عطيتكم فهمتكم شويه شنو كيعني الكور الاولاني ديال الدوره الثانيه. نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.